أريد في هذه الليلة بمشيئة الله أن أحدثكم عن العبارة التي قالها السيد المسيح: تركت لكم مثال. السيد المسيح في الجسد ترك لنا المثال الذي نسلك حسبه في حياتنا، وكما قال القديس أثناسيوس الرسولي: إن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. فلما حدث أن الإنسان فقد الصورة الإلهية بخطيئته، أعاد الله إلينا هذه الصورة المثالية في شخص السيد المسيح الذي كان هو صورة الله غير المنظور. وكما قال القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى: إنه كما سلك ذات ينبغي أن نسلك نحن أيضا. ودايما ربنا يحب أن احنا نسلك حسب المثال الذي يتركه لنا. حتى في خيمة الاجتماع ربنا قال لموسى: يعمل كل شيء حسب المثال الذي أراه إياه على الجبل. فكيف نسلك حسب المثال الذي تركه لنا السيد المسيح؟ طبعا في أشياء في حياة السيد المسيح لا نستطيع إطلاقا أن نكون مثاله فيها. ولادته العذراوية، معجزاته الفارقة للعادة، قهره للموت وسلطانه عليه، صعوده إلى السماء حيا، جلوسه عن يمين الآب، حاجات دي مش هنقدر نسلك فيها مثل دي، حاجات فوق مستواه. كون إنه هو النور الحقيقي، كون إنه أبرع جمالا من بني البشر، كلها أمور لا نستطيعها نحن. كون إنه قدوس بلا خطية، شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، برضو أمور مش نقدر نسلك فيه. كون إن له القدرة على الخلق، كون إنه يمشي على الماء، كون إنه ينتهر الرياح، كون إنه يسكت البحر، برضو أمور لا نستطيعها نحن. في كل الأمور الخاصة بقوة لاهوته لا نستطيع نحن أن نكون على مثال. ولكن هناك أمور أخرى نحاول أن نكون فيها على مثال السيد المسيح بالقدر الذي تستطيعه طبيعتنا، بالقدر الذي تستطيعه طبيعتنا، وأيضا بالقدر الذي تساعدنا فيه النعمة وقوة الروح القدس وعمل الله فينا. نتأمل في حياة السيد المسيح. كان السيد المسيح أبرع جمالا من بني البشر، سواء الجمال في الشكل، في الوجه، في الملامح، أو الجمال الروحي الذي تتركه الروح في ملامح الإنسان. يعني إحنا لما نقول مثلا السيدة العذراء كانت جميلة في الوجه، ما نقصدش مجرد الملامح البشرية في جمالها، وقد كانت كذلك، ولكن أيضا ما تتركه الروح في ملامح الوجه من البساطة، الوداعة، البراءة، التواضع. دايما الفضيلة بتترك تأثيرها في الوجه، دايما الشخص الفاضل يلاقي ملامحه تعطي صورة روحية له، مش بس ملامحه له، ده مجرد نظرات. الشخص الوديع تلاقي الوداعة في عينيه، الشخص البسيط البريء تلاقي البساطة والبراءة في عينيه، الشخص الطيب تلاقي الطيبة في عينيه، بعكس كده المكار تلاقي المكر في عينيه، والقاسي تلاقي القسوة في عينيه، والخبيث تلاقي الخبز في عينيه. فالملامح بتأخذ من الروح. كان السيد المسيح جميلا في شكله وأبرع جمالا من بني البشر، وكانت روحه تضفي على ملامحه جمالا آخر. حتى من جهة القوة كان المسيح قوي الشخصية، وكانت القوة أيضا في ملامحه. قيل إن ما كانش يقدر حد يملأ عينيه من وجهه، يعني يدحلق في وشه يبص له كده، ما يقدرش. فيه هيبة، جلال، وقار، قوة. حتى في المجادلة كثيرا ما تجادل مع الكتبة والفريسيين والصدوقيين والكهنة أو سمح لهم بذلك، ولكن حينما كانوا يرد ما كانوا يستطيعون أن يردوا على ربه. يعني يبتدوا، لكن إذا رد
مقدرش يردوا على ربنا، دي هنقدر نشوفها بعدين. كان قوي الحب، ذكيا، حتى في طفولته حينما جلس وسط الشيوخ وتحدث معهم في أورشليم، الحاجة الموجودة في لوقا الصحيحين، كانوا مبهورين شعرين بقوة فوق العالم، ربما لا تتناسب مع هذه السن في نظره. كان يقدم النموذج الكامل لكل مرحلة من مراحل العمر، كان قويا حتى في موته، كان قويا وفي صلبه، كان قويا وفي انفصال روحه عن جسده، كان قويا، لأن الكتاب بيقول: فصرخ بصوت عظيم وقال: يا أبتا في يديك أستودع روحي. مش ممكن واحد بعد العذاب والصلب والجلد يستطيع أن يصرخ بصوت عظيم، لكنه كان قويا. بل على الصليب أيضا كان قويا في مغفرته للآخرين، وكان قويا في احتماله للآلام. من ضمن الأشياء التي تميز بها السيد المسيح المحبة الجبارة التي أحب بها الكل بلا استثناء، كان واسع القلب جدا، يتسع قلبه لكل أحد. قيل عنه في سفر المسيح: أحبته العذارى، يعني القلوب التي لها عذراوية غير مرتبطة بمحبات أخرى تمنع محبته. قيل عنه إن حلقه حلق وكله مشتاق، كان محبوبا ومحبا. ولعل من صفاته الجميلة في هذه المحبة إنه أحب المنبوذين والمطرودين والمطرودين من المجتمع، أحب الذين لا يحبهم أحد، أحب العشارين والخطاة، لكي بمحبته يقودهم إلى التوبة، هبط إليهم لكي يرفعهم إلى المستوى الذي يريده له. أعطاهم المحبة التي افتقدوها في علاقة المجتمع بهم. قيل عنه أنه حضر ولائمه وأكل في بيوته، حتى أن الكتب والفريسيين لاموه على ذلك، كيف يأكل من مواعد العشارين والخطاه؟ لكنه اشترك في أغذيتهم لكي يعطيهم الغذاء الروحي الذي يحتاجون إليه. من أمثلة العشارين والخطاه الذين عاشرهم سيد المسيح وأكل عندهم متى العشار الذي صنع وليمة حضرها المسيح، زكى العشار الذي بسببه انتقد الفريسيون والكتبة، انتقدوا السيد المسيح وقالوا: كيف يدخل إلى بيت رجل خاطئ؟ فأجابهم وقال: أليس هذا أيضا ابن إبراهيم؟ وقال: إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني حتى الذين حكم عليهم المجتمع بالهلاك جاء لكي يخلصهم من هذا الهلاك. في دخوله بالزكاة نوع من الجرأة التي كان يتخذها المجتمع اليهودي وقت ذلك. يعني السيد المسيح لا يقوده فكر الناس، وإنما هو الذي يقود فكر الناس. لا يجامل الناس في مشاعرهم، وإنما يقود الناس في مشاعرهم. من ضمن الذين اهتم بهم السيد المسيح في محبته الأطفال، كان يحتضن الأطفال وكان يباركهم وكان يضع يديه عليهم، وكان يقول: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لم تدخلوا ملكوت الله. وقال أيضا: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ولما حدث في يوم دخوله إلى أورشليم إن اليهود انتقدوا صياح الأطفال من حوله، قال لهم مكتوب: من أفواه الأطفال والرضعان هيا اقتصر. كان يدافع عن الأطفال. يعني في ناس يفتكروا إن الهيبة تخلي الأطفال يخافوا منهم، بل البعض يظن إن الهيبة تخلي الكبار أيضا يخافوا منهم. لكن السيد المسيح كان يريد الحب
أكثر من المهابة، يعني يهتم بالعواطف الرقيقة أكثر من العظمة العلمانية والعنبهية الشخصية. السيد المسيح أيضا كان له عطف شديد على النساء اللائي لم يأخذن الكرامة اللائقة بهن في المجتمع اليهودي. هو أعطى كرامة جبارة للسيدة العذراء، ولكنه أيضا أعطى عطفا ورفقة في معاملة هؤلاء النساء، من ضمنهن مريم ومرقس أختا لعازر، وبكى لبكائه من قبر العازر. من ضمن هؤلاء النساء مريم المجدلية التي كان عليها 7 شياطين وأخرج الشياطين منها وجعلها تلميذة له تتبعه في كل مكان، ولم يكتفي بهذا، وإنما بعد قيامته حملها رسالة إلى 11، لأن يهوذا كان بعض، قال لها اذهبي وقولي لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونه. أيضا المرأة السامرية التي لم تكن فقط سامرية، واليهود لا يعاملون السامريين، وإنما أيضا كانت امرأة خاطئة عاشت مع 5 رجال وعاملها برفقة كبيرة جدا، وبهذه الرفقة قادها إلى الإيمان به. وأيضا المرأة الخاطئة التي ضبطوها في ذات الكهل وأنقذها ممن أرادوا رغمها، وقال لها أين الذين دانوك؟ لم يبق منهم أحد، وأنا أيضا لا أدين، اذهبي بسلام ولا تعودي تخطئي. وأيضا المرأة الخاطئة التي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسه، لدرجة أن الرجل الفريسي الذي استضاف المسيح في بيته فكر في نفسه في شك، وقال لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة ومن حالها، إنها لخاطئة. والسيد المسيح في كلامه أظهر لهذا الفريسي أن المرأة أفضل منه. لذلك قيل إن النسوة الكثيرات كنا يتبعنه من الجليل وكنا ينفقنا عليه من أموالهن. تلاقوا الكلام ده موجود بكثرة في إنجيل لوقا إصحاح 8. كان السيد المسيح شفوقا وعطوفا على كل الهيئات المظلومة والمحتقرة من الآخرين. كان محبة متجسدة، كل من يراه يحبه وكل من يراه يتبعه، ولذلك كان رجل جماهير، تتبعه الجماهير في كل مكان وتزحمه. من أمثلة ذلك ما قرأت عنه في معجزة 5 خبزات و2 سمكتين، كان الذين أضافهم السيد المسيح وأطعمهم 5000 من الرجال غير النساء والأطفال، يعني حوالي 12,000. تصوروا شخص يكون محاط ب 12,000 وهو بيوعصهم ويوكلهم، حاجة مش معقول. أيضا في قصة المفلوج في مرقس إصحاح 2 نلاقي كان الزحام شديدا لدرجة أن اللي حملوا المفلوج لم يستطيعوا أن يدخلوه البيت فنزلوه بسقف. في قصة المرأة نازفة الدم نجد أن الزحام كان شديد، هي قالت لو مسست هد سوقي أشكر. باستمرار أحيانا كانت الجماهير تتبعه فلا يجد مكانا يقف في سفينة ويوعصهم من السفينة وهم واقفين على البر أو في العزة على الجبل. يقول ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، جموع كثيرة كانت تتبعه، وده اللي كان بيخلي اليهود يحسدوه ويتعبوا منه، زي ما قالوا بعد قصة إقامة لعازر هو ذا الكل قد صار وراءه. رجل جماهير له شعبية كبيرة وسط الناس، يحب الناس فيبادلونه حبا بحب ويعطيهم تعليما سليما فيسعون وراءه ليسمعوا هذا التعليم، لأنه كان يكلمهم بسلطان وليس كذلك. ولذلك كثر تلاميذه، كانوا يتتلمذون على تعليمه
ويتتلمذون على حياته. وبينه وبين تلاميذه كانت أيضا عاطفة الحب هذه، قيل إنه كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى في يوحنا 13:1. وبلغ من محبة تلاميذه له أن يوحنا كان يستريح على صدره أو يتكئ على صدره. وفي محبته لتلاميذه علمهم الحب أيضا، فلما حدث وهو سائر في طريق مدينة سامرية أغلقت أبوابها في وجهه، لأن وجهه كان متجه إلى أورشليم، فإثنان من تلاميذه هم يوحنا ويعقوب قالوا له: أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة؟ فانتهرهما وقال لهما: لستما تعلمان من أي روح أنتما؟ ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلصه. والتلميذين دول اللي كان لهم لقب هو نرجس، يعني ابني الرعد، تحولوا إلى الحب كله، منهم يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب ده ما كانش كده في الأول، ده كان ابن الرعد، كان من تلامذة يوحنا المعمدان القوي الشديد اللي بيقول: وضعت الفأس على رأس الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. كان شديد يوحنا، وتلاميذه كان مش ذاك، لكن لما دخلوا في مجال السيد المسيح تحولوا إلى الحب. فأحب الناس وأحبوه هو كمعلم له، قالوا له: تركنا كل شيء وتبعناك. ولما تكلم عن التناول من جسده ودمه، وشك البعض كما ورد في يوحنا أصحاح 6، واستركوه ومشوا، قال لتلاميذه: أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا؟ فقالوا له: إلى أين نمضي وكلام الحياة الأبدية هو عندك؟ نسيبك إزاي ونسيب الكلام الحلو بتاع إزاي كلام الحياة الأبدية؟ صحيح الذين تبعوا المسيح لم يستطيعوا أن يفارقوه وتركوا كل شيء. متى ترك مكان الجباية؟ وبطرس وأندراوس تركوا الشباك والسفن وتركوا بيتهم، وكذلك يوحنا وأندراوس تركوا كل حاجة. والسيد المسيح حتى بالنسبة لشاول الطرسوسي الذي كان عنيفا جدا وكان يجر رجالا ونساء ويلقيهم في السجن، لما تقابل مع السيد المسيح قال: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، لكي أعرف. هكذا كان تأثير السيد المسيح في الناس، التأثير الذي يستطيع أن يغير إلى الضد إلى أفضل. يغير شاول الطرسوسي من مضطهد للكنيسة إلى أكبر رسول تعب في الكرازة من أجل الكنيسة، الذي قال في مقارنته بالرسل الباقين: وأنا تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لست أنا بل نعمة الله العاملة في. بغير كان السيد المسيح محبا ويمنح الحب لكل أحد، حتى على الصليب قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. كان له الحب البازل الذي بذل به نفسه عن الآخرين، كان له الحب الذي استطاع أن يقود اللص اليمين إلى التوبة، كان له حب حتى بالنسبة ليهوذا الإسخريوطي فأنظره أكثر من مرة، وحتى لما جاء يهوذا يسلمه قال له في رقة: يا صاحب لماذا جئت؟ لم يقل له: يا خائن، يا محب للمال، يا متآمر مع الكهنة ورؤسائهم، بل قال له: يا صاحب لماذا جئت؟ لعل هذا الحب الذي عامل به يهوذا الإسخريوطي جعل يهوذا لا يحتمل، فأرجع المال إلى الكهنة وقال لهم: أخطأت إذ أسلمت دما بريئا.
ومع ذلك، مع هذا الحب الكبير الذي عاش به السيد المسيح، كان له مقاومون أيضا، وكان له من أهانوه ومن اتهموه، قالوا عنه إنه سامري وبه شيطان. عجيب. قالوا له أليس حسن قل إنك سامري وبك شيطان؟ حسن قلتم كلام. قالوا عنه إنه أقول وشريف خمر. قالوا إنه يعامل العشارين والخطاء ويحضر مواعيدهم. قالوا عنه إنه ناقض للناموس، كاسر للناموس. وقالوا عنه إنه ضد قيصر. وقالوا عنه كلاما كثيرا. وقالوا عنه أنه ناقض السبت وناقض الهيكل، وأشمعوه شتائم وإهانات. ومع ذلك لم نعاقبهم على هذا الأمر. وأخيرا وبخهم في قوة وفي حزم، وقال لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، أغلقتم ملكوت السماوات فما دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. قوة السيد المسيح هذه في التوبيخ نتكلم عنها فيما بعد، لكن محبته كانت تغلب الكل، لدرجة أن القديس بوليكاربوس أحد الآباء الرسوليين فيما بعد حينما تعرض للاستشهاد وطلبوا إليه أن ينكر المسيح، قال لهم: عشت معاه 80 سنة لم أرى منه إلا خيرا. إزاي أنكر بس مش معقول؟ هو كان بيلصق الناس بقلبه ويلتصق بقلوبه. بولس الرسول قال لي: اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا. ويوحنا المعمدان وبخ اليهود وقال لهم عن المسيح: في وسطكم قائم لستم تعرفونه. السيد المسيح في محبته للناس لم يحبهم فقط في فترة تجسده على الأرض، إنما أيضا بعد القيامة بنفس الحب قال لهم: أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. قال لهم: أنا ماضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وقال للآب في مناجاته له في يوحنا 17، قال له: أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي، حتى حيث أكون أنا يكونون هم أيضا. حقا كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى الموت. يوحنا الرائي رآه وسط الكنائس السبع في رؤيا، ورعاة الكنائس السبعة رعاه بيده اليمنى وهو وسط الكنائس السبع، نفذ وعده الذي قال فيه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. قال: لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي شيئا. قال: إنه الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الكرام. قال: إن نسيت الأمة رضيعها لا أنساكم. قال: أنا فيكم وأنتم في. شبه نفسه بالكرمة وكل تلاميذه كالأغصان الثابتة في الكرمة، تمتص رحيقها وتتغذى من أصل الكرمة. هكذا كان السيد المسيح في محبته، في شفقته، اهتم بكل شيء، اهتم بروحيات الناس، واهتم بعقولهم في التعليم، واهتم بأجسادهم، إذ كما يقول عنه الكتاب: كان يشفي كل مرض وكل ضعف للشعب. اهتم بالذين ليس لهم أحد يذكرهم. كان منفتحا على الكل، منفتحا على الكل، حتى على الذين أغلق اليهود قلوبهم من جهته. كانوا قد أغلقوا قلوبهم على الأمم، ففتح هو قلبه على الأمم، وقال لليهود:
يأتون من المشارق والمغارب فيتكئون في حزب إبراهيم. وقال للتلاميذ: تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. إذن قلبه كان منفتحا على الكل إلى أقصى الأرض. على السامريين رأيتم كيف عامل المرأة السامرية وقبلها إليه. على باقي الأمم رأيتم كيف شفى عبد قائد المئة وقال لليهود: لم أجد في إسرائيل كل إيمانا مثل إيمان هذا الرجل. وأشفق على المرأة الكنعانية وشفى ابنته وقال: حيثما يكرز بالإنجيل يكرز بهذه المرأة أيضا شهادة. ولذلك تعامل مع الأمم معاملة طيبة ولم يبعدهم عنه. وعند صعوده قال للتلاميذ: اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وقال: تلمزوا جميع الأمم وعمدوها وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. كان منفتحا على الكل حتى على المكروهين كما قلنا. كان منفتحا حتى على العشارين والقطاع. وقال: ما جئت لأدعو أبرارا والقطاة إلى التوبة. وقال: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. كان منفتحا عن الكل حتى في عرس قانا الجليل. كان منفتحا على الناس. كان يتحرك نحو الناس ويبدأ بالمبادرة. علاقته مع نيقوديموس، علاقته مع كثيرين غيره، كان كما يقول سفر النشيد عنه: قافرا على الجبال قافدا على التلال. بالنسبة للخطاة كان يقول لهم: أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه وهو معه. بل انفتح قلبه حتى على الأعداء فقال للناس: أحبوا أعداءكم باركوا لعليهم. وقال لتلاميذه: بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. كسر جميع الحواجز التي تفصل بين الناس والله وجعلهم يؤمنون أن الله هو أبوهم. وكان يتحدث عن الله باستمرار بعبارة: أبوكم السماوي. وأيضا حارب التقاليد الصعبة التي كان الكتبة والفريسيون يضعونها ضد الناس. هكذا عاش السيد المسيح. ولكن ليس هذا هو كل ما تركه لنا من أمثلة طيبة. نكمل حديثنا في المرة الأخرى.